وسط حالة من الغموض والتكتم الرسمي، دفع الجيش المغربي بعدد من وحداته العسكرية لتأمين وحماية تجمعات مدنية ومنشآت استراتيجية في عدد من مدن البلاد. صور التقطها هواة وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت حجم القوات المنتشرة في عدد من جهات البلاد، دفعت الكثيرين إلى التساؤل عن سبب الاستنفار الأمني. القراءة الأولى أنه مجرد تدريب معين لتوزيع القوى المغربية في بعض المناطق الحساسة، وهو بعيد عن الاحتمال. الاحتمال الثاني أن الخطر المحدق حاليا بدول المغارب عموما ومن بينها المغرب بحكم ما طرأ عليه الحال في ليبيا والوضع الجد متدهور في هذه المنطقة، وتسرب بعض الأخبار عن الجماعات الجهادية خاصة جماعة داعش التي بدأت تهدد كيان ليس فقط المغرب ولكن كافة الدول المغاربية. أظن بأن هناك نوع من التحرك لمواجهة أي خطر محدق سواء كان من الجو أو كان من الأرض. والقراءة الثالثة الممكنة وهي في بروز هذه الأمور على وجه الأحداث، خاصة وأن هذه العمليات هي ظاهرة للعيان وكأنها عملية دعائية، أنا موجود، أنا فعال وأنا قادر على الرد. ويرد البعض الغموض الذي يكتنف نشر القوات المغربية إلى السرية التي تطبع هكذا عمليات، فيما تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات تنتقد عدم تقديم توضيحات للرأي العام بخصوص التهديدات الأمنية التي تواجه البلاد. تقارير تحدثت عن نشر بطاريات صواريخ ومضادات جوية تحسبا لهجوم جوي لم يفصح بشكل رسمي عن الجهة المستهدفة، لكن تحليلات انتشرت محليا ربطت التأهب الأمني بتطورات الأوضاع في ليبيا وتهديدات تنظيم الدولة الإسلامية للمغرب، ما عكس حاجة الرأي العام لمعرفة الحقيقة. سمعنا اليوم بأن كاين واحد الخبر تهديدي وبأن حالة استنفار، بأن المغرب يقدر يتعرض لشي ضربة إرهابية. هناك أخبار متداولة يعني تتهم هذا نشر يعني صواريخ الى غير ذلك الجيش المغربي تحسبا لطوارئ خارجيه. لا ما فخباريش بلا كاين استنفار مني في المغرب ولا كاين شي مضادات طائرات في اماكن حساسه. وياتي هذا فيما تستعد قوات من الجيش المغربي للمشاركه في مناورات دوليه تضم بلدان المتوسط لمواجهه التهديدات الامنيه المتصاعده، فيما يراهن مراقبون على عامل الزمن لكشف ما خفي عما يعتبره البعض اكبر تحرك للقوات المغربيه في القرن الحالي. يوسف ياسين، سكاي نيوز عربيه، الرباط.